ايش يا كدي؟ والله انا وانت احنا طمني بس كده. اهلا بيكم يا رزيعه في حلقه جديده من فلوجاتنا اللي خلاص بقينا عايشين فلوجات. والله العظيم انت كمان وحشني وانت كمان وحشاني وكل الرزيعه الجامدين وحشني اكتر، وحشني الوقفه في الاستوديو، وحشني حاسب، وحشني سعيد، وحشني كل الناس الجميله اللي بتشاركنا في شغل الاستوديو. ولكن اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ دعوني تيك توك على حفله جباره وهي الجلوب سوكر اووردز. فانا دلوقتي في دبي النهارده رايح لاول مره احضر لكم الريد كاربت من وسط النجوم الكتيره، نشوف مين افضل لاعب وافضل نادي وافضل حارس وكل الجوائز اللي انتوا عايزينها دي لاول مره ليكوا يا رزيع. حفلة اللي كالعادة زي ما كنا بنتأخر كده البنطلون وقع، زي ما كنا بنتأخر على الأناشيد الوطنية في الاستادات في كأس العرب، النهاردة متأخرين ولكن عندي عذر بصراحة. سيب البدلة كده كسرت مش مشكلة، نبقى نكويها قبل ما نروح. ولكن اليوم ابتدى عندي بمقابلة يعني كان لاحق عليها قوي الشخص، الشخص كان مصمم يشوفني بصراحة، فقلت يعني خلاص أضيع من وقتي شوية الصبح وأروح أقابل الأسطورة، الأسطورة اللي يمكن تكون حببتني أنا شخصياً وحببت ناس كتيرة جداً وناس بتقول عليها ومن انا برضو ان هو احلى من لمس كرة القدم بمهارته الجميلة. النهاردة الراجل اللي ضايقني وقهرني في 2006 لما خسرته قدامه فاينل تشامبيونز ليج هو الاسطورة الحية رونالدينيو جوتشو. رونالدينيو اللي يعني انا مش مصدق لحد دلوقتي اني رحت وقابلته، كان عندي معاه مقابلة ميت اند جريت سريعة نتغدى مع بعضينا وقعد يعرفني على رونالدينيو اب اللي هو عامله، ولكن حسي الصحفي ما كانش ينفع ابدا لولا عدم التصوير وعدم الاقتراب يعني من الحتة دي. ولكن كان لازم اجيب لكم ولو سؤالين كده ايه صغيرين من رونالدينيو ويبقى رزع معانا هنا في القناه. روحوا شوفوا الانترفيو، ولكن قبل ما تروحوا الحلقات دي يا جماعه اسطوريه، عايزه 100,000 لايك يا رزيعه، عايزه مفاجآت اكتر شجعوني، قولوا لي لو الشغل اللي بيتعمل في اخر فتره ده عاجبكم شجعوني دايما زي ما بتعملوا، ويلا نروح نشوف اليوم العظيم اللي ابتدى من الصبح حتى بالليل مع النجوم وتوزيع الجوائز في جلوب سوكر اووردز. يلا بينا. دلوقتي معايا رونالدينيو. ازيك رونالدينيو؟ How are you today? Very good. I would like to ask you, what's the most iconic moment in your life? É muito difícil, é uma pergunta muito difícil, né? Fui muito feliz durante a minha carreira, então tive vários momentos maravilhosos, alguns momentos se repetiram, de conquistar títulos e conquistar coisas. Difícil escolher um momento só, né? Um momento não tem como. E acho que o próximo Ronaldinho vai ser o meu filho mesmo. Acho que é nele que eu aposto, né, para ser o próximo Ronaldinho. Who's the next Ronaldinho who can get near to your level? My son, meu filho. Your son next Ronaldinho, good show. Nice to meet you. Nice to meet you. اوعى الشياكة، اوعى الشياكة يا عم سري، اوعى الاناق. حفلات بقى وجلوب سوكر اووردز تقول لي شياكة ايه يا عم سري؟ انت مش لابس الكرافته ومش عادل المنديل. اقول لك ما بعرفش، ما انا اول مره اتعزم على جلوب اووردز ولا الحفلات الكبيره دي، او ممكن اتعزم في كتير الايام اللي جايه فهبقى اعرف اعزم. المهم ان انا جبت التذكره هي يا باشا، الانفيتيشن تمام، كاميراتنا، حاجتنا، فلوجاتنا، ويلا بينا. وصلت يا رزيعة، والظاهر ان اللعيبة لسه كلها ما جاتش، مش عارف جابوني بدري ليه الحقيقة، بس يعني اهو الواحد جاي يستقبلهم برضو يخش على البلو كاربت النهاردة، مش ريد كاربت، شايف انها بلو، فخلونا نشوف التجربة دي عاملة ازاي، اوريكم الاجواء ورايا. طبعا انا هلبس الكمامة جوه لان جوه في قوانين ولازم تكون لابس الكمامة، ففرصة اتكلم معاكم دقيقتين قبل ما اخش جوه. طبعا ادوني الماسك بتاعهم، في شاب محترم قال لي ايه ما تتصور ماوريسيو يعني واللعيبه بس، واتصورت وداخل. يا رب تكونوا سامعيني بس انتوا معايا. ادي شوط الريد كاربت، انا لو ديفيد بيكهام من زمان الناس بتجري عليا.
يعني انت منور الخليج. يا نهار ابيض، ده كان عم حرب عالمي. ايه اللي بيديه لنا ده؟ ده عشان الفي اي بي ليتر اون يو نو اباوت ات. احنا ليه ما حدش فينا استضافه في المحطات؟ محطات ايه يا باشا؟ محطات التلفزيون. انا دخلت كان في واحده قدامي اسمها اليكسا. مين اليكسا دي يا معلم؟ اليكسا؟ اسمها اليكسا العيد. اه دي كاميرا، دي كاميرا. شايفين مين ده؟ تعالى خد يا نوفلي، خد تعالى. شفت المفاجآت وراك في كل حته. الحلاوه دي شوف في كل حته اهو. قلت لي ما جيتش ماتش العراق، جيت لك دبي نفسها. ايوه بس ايش يا كده، احنا كلنا شكلنا مختلف النهارده. كلنا شكلنا مش عارفين بعضنا. في كلنا استحمينا ولبسنا الحته اللي على الحبل وجينا على طول. لا مش لابسين الحته الرياضه دي. لا خلاص راحت بقى. لا اليوم غير. شنو توقعاتك؟ توقعاتي للجائزه ان شاء الله مروان حمدي. مروان حمدي اه لاعب بطوله كبيره. اه طب والله العظيم اهو واقف جنب الصقر اهو اشيك منه. لابسين ازرق زي بعضينا برضو. يعني شغل يا جماعه، الكوير كوير برضو. لا كلام صحيح ده، مش حسيته اشيك من النجوم دي برضو؟ واحنا كانفلونسرز ويوتيوبرز لينا ضجتنا برضو اكيد. اول نجم نشوفه مبابي قاعد ورانا اهو يا جماعه. شيء يعني مش عايز اعلي صوتي بس عشان الانترفيو ما يبص ومبوظل لهم الحفله، بس شيء بصراحه مفيش كده. خدت بالك منه في قفايا؟ حاطه في الباك جراوند وبص خلاص بصدق. عملت لهم عدي يعني. ده مبابي ده صغنن يا جماعه. انا قدامي مبابي وقدامي اللعيبه العالميه، بس ابن بلدي هو اللي مشرفنا هنا. ايه الشياكه دي يا كابتن؟ ربنا يخليك. ايه الحلاوه ده؟ مبسوط شفتك قوي والله العظيم. انا كمان مبسوط شفتك وموفقين يا رب ان شاء الله دايما باذن الله. مين اللي هيكسب الجايزه؟ الاثنين نجوم كبار والاثنين لعيبه كبار، وتحتار بينهم الاثنين. يعني انا بميل لمبابي طبعا، مستقبل ولعيب عنده كل الامكانيات، انما في الاول وفي الاخر هو لسه قدامه كتير. لابس جزمه حلوه قوي، بدله جامده قوي برضه، يستاهل بصراحه. شكله متشيك شاكت الجايزه حبيبه جامده. اهو ظهرنا في صوره واحده. مبابي خطفوه تاني. انا دلوقتي متضايق قوي وجيت للحلال بقى يحل لي. انت بتتصور مع الناس ازاي بقى؟ كل الناس تجري على مبابي. اه انا جريت وراه. انت رايح على مين؟ بروتشي. اه تروح على مين؟ في ناس كتير. حازم امام وميدو هنا. ايوه في لعيبه كتير. مبابي وليفاندوفسكي هتلاقي عليهم ايه؟ نار. هايب جامده. ليفا جه؟ ليفا جه؟ لا والله العظيم. ايه موضوع ليفا ده؟ كيكس ده. لا 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 لا. ليه جايب معاه تيشيرت باير؟ لا والله العظيم. ومعهوش ماركه. ليفاندوفسكي اهو. انا هاخده معايا في الكادر كده. اهو ليفاندوفسكي. ليفا. ده مش هو، ده اخوه. ليفا دخل على طول ما وقفش. طب وليفا هو داخل كنت بروح على مين انا دلوقتي؟ روح على كيكس اتصور معاه. خلاص احنا كده خلاص نقعد. في سوشي هنا كده وحاجات. ولا مش هيبقى صور ولا سوشي. As you can see, we've got some of the biggest names in the world of football in attendance with us here tonight, and it's going to be spectacular. Okay, we are going to have a lot of fun. It's going to be spectacular. قالت لي معلومة دلوقتي خطيرة. تضحك تضحك على ايه طيب؟ كلهم بضحك عليا. انا بقول له البرج ده طويل قوي قوي كده ليه؟ فقال لي ده برج خليفة. انا متوقعتش ان هو يبقى في ضربنا كده. احنا قاعدين جوه يعني البرج ولا هو بره ولا سعد الدوسري خد احسن لاعب فيفا. جايزة افضل نادي برشلونة النسائي. طبعا الرجالة ضايعين دلوقتي، فالحمد لله الستات بتكسب اهي. غالبا اليكسا كسبت افضل لعيبة كمان. مش نفسي غير في الاستراحات غير مع ابو زيد. باشا احنا دلوقتي رايحين ندور على السوشي. فين بقى؟ احنا تقريبا ما جبناش لعيبة. يبقى نجيب سوشي. اي حد اسمع اي حاجة من الليلة دي. خدت بالك في مين دخل وهو بيسلم على الدكتور؟ ما تزعلش يعني كلنا جايين عليك يا عم ليفا. كل ما اروح حته يعني هو بيجي يحضر ليفاندوفسكي بس هو معاه جايزتين كده. احنا متصيدين معاه. وهنري هو فييرا وبيرفي. Of one of the finest players to have ever graced. والله انا وانت احلى من ليفاندوفسكي بس كده.
nominees, I'm sure you'll agree, but time now to unveil the 2021 Dubai Globe Soccer Awards Men's Player of the Year goes to Kylian Mbappe. Welcome, congratulations. Good evening again. It's a big pleasure again to say to be here in Dubai. Just first of all, wish a happy new year to everybody here. It's a big pleasure to see all the big players here, the big legend, the big name of the football. It's a big achievement for me. I want to say thank you to my club, the Paris Saint-Germain, who believe in me these 5 years, even better this season. To my national team, to me a lot. To my family, they are there with me, always with me. It's a big pleasure to be here. And it's a big motivation to keep working out and maybe come back next year to win again so many titles, individually and collectively. Thank you and have a good night. Robert Lewandowski. The fans the last months in Germany we play without the fans. It's so difficult and so big challenge for us, and I know what does it mean to playing with the fans. That is something special. That's why we are playing that's why we are trying so hard to playing on the big stadium with them, so many fans as possible. I want to say thank you to all fans who vote on me and who support me every single day, because that's mean a lot. Opportunity to thank His Highness here this evening. Your Highness, we thank you very much indeed. Your fans from Egypt say hi. Mancini, oh, Mancini, بس انا وانت اهو في الكادر اهو، بس معانا مين في الكادر اهو؟ ماشي اهو، شايفه؟ شايفه؟ باتريك، one word to Egyptian people in this vlog. Egyptian people. We love you there. And I love you guys. معايا بابو النهارده عايز يقول للجمهور المصري حاجه. Egyptian people. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Thank you, Papo. Bye. Good luck. ومعانا نجم تاني عايز يقول كلمه. هو انت ورايا يا خالد؟ لا انت اللي ورايا، ورا انت. هالمره انت هالمره بجوا وراك ورا. بص انا مصور من الموبايل زيك اهو، الكاميرا فصلت مني فاعذرني يعني. تفضلك يا مرتضى. والله العظيم عايز احرجك. عايز يا جماعه، الفلوج تقريبا خلص، بس ما ينفعش نخلصه قبل ما نقول على الفلوج ده ان هو جنون وعظمه يجري الفلوج ورب الكعبه. وانتظروا حلقتي انا وياه ورب الكعبه معانا نصوحي، يقال انها راح تكون اقوى حلقه في تاريخ اليوتيوب العربي منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 33000 عام. مش يقال ده، هي كده فعلا، هي كده هي كده. عاشق الثقه بالنفس والله. حبيبي عم عدنان راسي. وكده يبقى خلصت حفلتنا. اعذروني قلعت الكرافته بتخيني، مش متعود يعني، مش متعود على الحفلات والكلام ده. بس انا انبسطت، يا رب تكونوا انتم انبسطتوا معانا. الحفله كانت ورانا هنا خلاص كله يعني رحل. بشكر تيك توك جدا على الاستقبال الرهيب ده والضيافه الجميله. بشكر جلوب سوكر اورس انهم عزمونا، وان شاء الله نكون موجودين كل سنه. مبسوط بالناس اللي قابلتها جدا، سواء لعيبه عالميين او اصدقائي. يا عم خلاص يا عم خالد، بس يا ابني من الحلبه. ويا رب تكونوا انتم انبسطتوا يا رزيعه. تابعوني على انستجرام، تابعوني على السوشيال ميديا عشان تشوفوا كل تفاصيل اليوم واللي حصل. وكفايه رزع قوي وفلوجات قوي لحد كده. ايه اللي بيحصل كل ده على صوره يعني؟ انت كمان هنا يا عدنان، هتكون اول لطه في دبي. يلا يلا يا ابو زيد، بس كل ده عشان صوره؟ مكبرين الموضوع يا جماعه. والله يا شباب كبرتوا الموضوع. فيها فيها نبق بقى، بس بقى بس بقى. يلا يا بيه خلينا نخلص يا بيه. يلا يا بيه. لا لا مش هينفع تقول لي دلوقتي، مش هينفع تقول دلوقتي، خلينا ناخد صوره. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، يلا يا جماعه. اوه ما عادش اسكت يا ابو حسن، اسكت يا ابو محمد. يلا يا جماعه اقفوا عشان نتصور. انت شفت حالك علينا خلاص؟ ابقى خلاص اقف لو سمحت. يلا شو الفيديو لو سمحت. يلا يلا لا لا نصور هنا بس. جبار.